مع العلاقة بالفنانين، يا إما نكونوا كندموا بعضياتنا وكنخدموا انتيم، ويا إما حروب. لا، كل واحد في حاله. يعني الحمد لله علاقتي بالفنانين جدا ممتازة. أنا الحمد لله إنسانة مسالمة، ما حتى إلى وصلني شي كلمة مثلا فلان قال عليك ولا فلان قال عليك وفلان دار لي فلان داك، أنا من الأول كنحسمها مع ليكيب ديالي. أنا المكتب عندي معارفين. أنا ما كنبغيش هاديك قالوا قلتي وداك الشيء ما كيعجبنيش نهائي. تنقول لهم دائما إلا كانت شي كلمة زوينة قالها في حق شي حد وصلها ليا، إلا كانت شي كلمة خايبة ما توصلهاش ليا، صافي اللي بان شي حاجه اللي ربي تيخلص. فعلاقتي بهم عادي. عندي بزاف ديال الصداقات. دياب جاري مثلا قريب ليا، محمد حمائي تا هو جيران انا وهو، دائما كنشوفو دائما، يعني علاقتنا اجتماعيه اكثر من ما هي فنيه. كنتلاقاو كنهضروا في حاجات مختلفه. مروان خوري طبعا علاقتي معاه صداقه قويه. كلهم حقيقه. انا خايفه طبعا سميره سعيد هذه الايقونه ديالنا وهذيك الالماسه ديال المغرب اللي كتمثلنا في الوطن العربي ومشرفانا. وشكون كلهم؟ انا بزاف عندي صداقات بزاف. انا 20 عام وانا عايشه في مصر، رسنا وما يكون عندي علاقات كثيرة، سواء مع فنانين مع ناس عاديين مغاربة كانين بزاف في مصر. وشي بكيف؟